رجل يتزوج من ثعبان، وهذه هي التفاصيل الصادمة. تزوج رجل يدعى وارنان سارسالين ثعبان كوبرا، وكان الرجل قد فقد حبيبته سابقا، ويعتقد أن هذا الثعبان هو جسد صديقته الميتة التي توفيت منذ 5 سنوات حسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية. واعتقد هذا الشخص أن صديقته عادت للحياة متمثلة في تلك الأفعى، فقرر أن يمضي حياته مع صاحبة 10 أمتار مستندا إلى فكرة بوذية في الهند. تستند تلك الفكرة إلى أن روح الإنسان يمكن أن تعود في جسد جديد كالحيوانات. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر. في العام الماضي تزوج رجل آخر هندي أيضا من أفعى كوبرا. فقد ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن العريس ويدعى سانديب باتيل ويبلغ من العمر 27 عاما أقدم على الزواج بأفعى كوبرا لقناعته بأن أصل هذه الأفعى يعود إلى جسد امرأة. هذا الرجل أيضا كان على اقتناع تام بأن عروسه وهي ثعبان الكوبرا كانت في الأصل امرأة حسناء وقعت في غرامه بحسب اعتقاده. وقال العريس أن باستطاعته أيضا التحول إلى ثعبان خلال الليل بعد استسلامه للنوم العميق، مشيرا إلى أن ثعبان الكوبرا قد أعطاه وعدا بالزواج منه خلال عيد الفصح الموافق السبت الماضي. وشارك 15,000 مدعو في مراسم الزواج الذي جرى في قرية نائية من قرى ولاية فولبير بالهند. ووصل العريس مرتديا بنطالا وسترة بيضاء ليتلقى التهاني من المدعوين الذين قاموا بتهنئته وإلباسه عقودا من الزهور الزاهية. وقال القس الهندوسي الذي قام بعقد قران الرجل على الثعبان أنه رصد في سلوكيات العريس ملامح قريبة من طباع الثعابين منذ طفولته في طريقة سيره وشربه للماء وتحريك لسانه. ولكن القس فر مذعورا عندما قامت الشرطة بمداهمة حفل الزواج بعد أن أبلغ أحد الأشخاص رجال الشرطة عن مراسم الزواج الغريبة. وذكرت الصحيفة أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على العريس ووالده بتهمة الإخلال بالأمن، في حين هدد الآلاف من الهندوس الهنود بإثارة الشغب ما لم تطلق الشرطة سراح الفلاح ووالده.